موجة حر ببلادنا مع بداية الأسبوع المقبل في نشرة إنذارية من مستوى اليقظة البرتقالي. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الثلاثاء القادم ارتفاعا في درجات الحرارة التي ستتراوح ما بين 37 و 41 درجة بمناطق تارودانت، إنزكان، أيت ملول، أكادير، إداوتنان، شتوكا، أيت بها، الفقيه بن صالح، بني ملال، سيدي إفني، أسفي، وأيضا بسطات، شيشاوة، مراكش، قلعة سراغنا، اليوسفية، رحمنا، سيدي سليمان، سيدي قاسم، السمارة، السزاق، وطاطا. ومن يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل ستتراوح درجات الحرارة أيضا ما بين 37 و 41 درجة بمناطق العرائش، وزان، مكناس، فاس، مولى يعقوب، تونات، الخميسات، القنيطرة، خريبكة، سطات، بن سليمان، سيدي بن نور، بني ملال، الفقيه بن صالح، شيشة، قلعة سراغنا، الرحامنة، مراكش، آسفي، واليوسفية. درجة الحرارة ستكون أكثر ارتفاعا ما بين 41 و 44 درجة، ستسجل أيضا من يوم الأربعاء إلى الجمعة بمناطق تارودانت، إنزكان، أيت ملول، أكادير، إداوتنان، شتوكا، أيت باها، تيزنيت، طاطا، السزاق، قليميم، سمارة، طنطان، سيدي سليمان، وسيدي قاسم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في النشرة الجوية. يتوقع بحول الله بالمنطقة الشرقية للمملكة أن تكون السماء قليلة السحب إلى صافية. درجات الحرارة ستعادل 19 درجة بفيقيق، 23 درجة ببوارفاس، 26 درجة بالسعيدية، 22 درجة بمليلية، 24 درجة ستسجل بمدينة الحسيمة، و 26 درجة بفاس. بمنطقة البوغاز سماء قليلة السحب ودرجة الحرارة ستعادل 21 درجة بمدينة طنجة. بالسواحل الأطلسية الشمالية سماء قليلة السحب إلى نسبيا غائمة ودرجات الحرارة ستعادل 23 درجة بمدينة الرباط. هذا مع تكون سحب غير مستقرة ستعطي زخات مطرية عاصفية بالأطلس وكذلك بالجنوب الشرقي للمملكة. درجات الحرارة ستعادل 25 درجة بالراشدية وكذلك بتنغير، 32 درجة بزقورة وكذلك بورزازات، و 28 درجة بمدينة مراكش. هذا مع سماء نسبيا غائمة بجنوب الأطلس وكذلك بالسواحل الوسطى. درجات الحرارة ستعادل 28 درجة بأسفي، 21 درجة بأكادير، و 22 درجة بطنطان. في اتجاهنا لأقصى الأقاليم الجنوبية يتوقع أن تكون السماء قليلة السحب إلى صافية مع الطقس مستقر عموما. ودرجات الحرارة ستعادل 28 درجة ببوجدور، 24 درجة ببرانزران، 30 درجة بأوسرد وكذلك بمدينة الدخلة. وبلقويرة ستسجل بحول الله 24 درجة. شكرا للتابع المتابعة، بقية يوم ممتع وإلى اللقاء.